السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد، بداية جديدة، وصفات أكيد جديدة. اليوم إن شاء الله رح نعمل الكعك والمعمول بسميد وبالطحين بطريقة كتير سهلة ومكونات جدا بسيطة، رح يقدروا كل الصبايا يعملوه، كل ستات البيوت اللي ما بيعملوا بالعادة كعك ومعمول وحابين يجربوا هاي السنة. رح نعمل اليوم وصفات كتير سهلة، مكوناتها كتير بسيطة. اليوم رح نعمل كعك السميد وكعك الطحين. السميد رح نبسه قبل بيوم، والطحين رح نعمله بنفس الوقت. حنبلش بداية بتجهيز المواد. أنا المواد اللي رح أحكي لكم إياها هلأ للصنفين، للسميد والطحين. طبعا أنا أول شيء مستعملة طحين وسميد اللي أنا متعودة عليهم، أي نوع أنتم متعودين عليه، ولكن السميد لازم يكون سميد خشن، والطحين اللي رح تستعملوه لازم يكون نوعية ممتازة لحتى يطلع معاي هش وطري. أول شيء بالمكونات اللي رح أحتاجها عندي سمنة، اي نوعيه كمان انتم بتحبوها، احنا ما رح نحكي عن نوعيات كتير غاليه لحتى ما يستغلوا البنات ويفكروا انه ما بتزبط الوصفه الا بنوع واحد من السمنه. لا، احنا مستعملين سمنه عاديه سعرها مقبول. انتم بتقدروا تحبوا نوعيات معينه سعرها غالي بتقدروا تجيبوها، في صبايا مثلا ما بيقدروا يجيبوا النوعيات الغاليه، بتقدروا تجيبوا اي نوع متوفر عندكم. عندي زبده انا حاطه بكل صحن 200 جرام للطحين وللسميد. عندي عجوه للطحين، وعندي الجوز للسميد، عندي الفستق الحلبي للسميد. المطيبات اللي راح احطها فقط راح تكون دقة الكعك، فيها كل البهارات تبعت الكعك. راح استعمل كمان من معلقة لمعلقتين من الحليب المكثف المحلى، وراح نستعمل كمان 4 حبات من الجبن الكيري او جبنة المثلثات او الملكاسات، 4 معالق. عندي نص كوب من حليب البودرة، مي وقطر للحشوات. هاي هي مكوناتنا ببساطة. والمكون السري اللي موجود معنا ودائما بنشوف الكعك كيف بضل فترة طويلة أو بضل طري، اللي هو زيت السيرج. زيت السيرج اللي بيكون مستخلص من السمسم، تقدروا كمان إذا ما بدكم تشتروه بتلاقوه على علب الطحينية اللي عندكم بالبيت، بيكون على الوجه، تقدروا تاخذوا منه معلقة أو معلقتين. بداية رح نبلش بتجهيز السميد، خليط السميد. رح ناخذ 4 أكواب من السميد الخشن. رح أعير قدامكم بهذا الكوب، أي كوب بدي أستعمله بعير كل المكونات فيه. هلأ إذا أنا كمية عائلتي قليلة بدي أعمل مثلاً مقدار صغير، بقدر أستعمل كاسات الشاي أو الكاسات الأكبر شوي من الشاي، بس لازم أعير كل المكونات فيها. رح ناخد 4 كاسات أو 5 كاسات حسب نوع السميد، طبعاً هذا بفرق معاي هلأ وإحنا بنشتغل. بداية رح نبلش ب4 كاسات، وإذا احتاج معانا كمان كاسة رح نضيفها. هيك صار معي 3 كاسات، وهي الكاسة الرابعة، ورح أحط معاهم كمان كاسة من الطحين. وبتقدروا تستبدلوا كاسة الطحين بكاسة السميد. الطحين انا رح انخله، ما رح اضيفه دغري فوق السميد، لازم يتنخل مزبوط. رح نضيف عليه الحليب البودرة، واحنا هاي المكونات الجافة كلياتها مع بعض. راح نضيف كمان 1/2 كوب من السكر البودرة. طبعا الافضل انكم تجيبوا سكر بودرة مطحون وجاهز، اذا حابين انتم تطحنوه بالبيت بتطحنوه مع 2 معلقة نشا ومع معلقة صغيرة من المستكة او كم من حبة من المستكة لحتى يصير معاي طري ومثل ما احنا بنجيبه من المحلات. راح برضو انخل السكر
هلا بالنسبه للسمنه والزبده لازم يكونوا بدرجه حراره الغرفه، بس احنا للوقت الحالي لسه الجو بارد شوي، فهم بيكونوا شوي باردين، فرح ندوبهم بالمايكروويف. هاخذ السمنه وهاخذ منها كاسه، والكاسه رح ازين اوزنها بعد ما تكون صارت معي دايبه. اذا وزنتها وهي قطع كبيره او لساتها جامده رح تعطيني المقدار مش مزبوط تماما، فانا رح اخذ هاي المكونات الجافه هقلبهم مع بعض. نشوف السمنة شو صار فيها. لسه هنخليها كمان دقيقة، وبهذا الوقت رح آخذ معلقة من دقة الكعك أو البهارات اللي أنتوا بتحبوها للكعك. خلطهم كلهم مع بعض. بالنسبة للخميرة أو البيكنج باودر اللي متعودة تحط وبتحب تحط، منضيف مقدار نص معلقة صغيرة لهي الكمية، بس نص معلقة صغيرة. هيك صار معي الخليط جاهز. رح أخذهم أنقلهم على صحن أكبر. وهلأ حنجيب السمنة وحنحط الزبدة بالمايكروويف لحتى تدوب. صارت معي تقريبا بحرارة الغرفة. هأخذ وأعير كاسة كاملة من السمنة هاي كاسة من السمنة، حنديرها فوق الخليط وحنحط. هلأ بالنسبة للزبدة الكاسة كاملة بدها تقريبا مقدار 200 جرام من الزبدة، فأنا هدول عندي عيار 200 جرام رح أنزلهم كلهم فوق الخليط. هلا رح انتقل لايدي والمكونات كامله مع بعض. رح اخذ الطحين، السميد، الزبده، السمنه والدقه والسكر مع بعض، اخذهم واحاول افركهم بهاي الطريقه. رح اصير اخذ من السميد وافركه بهاي الطريقه، احاول كل حبات السميد تتغلغل بالسمنه والزبده، واصير كل شوي وانا رايحه وانا جاي امسكهم واقلبهم بهاي الطريقه. بدي اخليهم يوم يومين ثلاثه اسبوع عادي، ولكن احنا للسرعه او مثلا الصبايا حبوا اليوم يجربوها، بكره العيد بعد العيد بقدروا يبسوه بالليل ويشتغلوا فيه ثاني يوم. رح ناخذهم بهاي الطريقه، نخلطهم مزبوط. ناخذ اللي تحت، اخذه واحاول افرك بهاي الطريقه. رح نرجع هلا للخليط بعد ما حسينا كل السمنه والزبده تشربها السميد، وهلا رح نخليه لتاني يوم. احنا رح نشتغل فيه على طول لانه مجهزين كنا كميه من قبل، ورح اورجيكم اياها بعدين بعد ثاني يوم او ثالث يوم او بعد اسبوع عادي. المهم اني اضلني انا رايحه جاي اقلب فيهم واحاول افركهم. هاخذ زيت سيرج مقدار غطايتين او معلقتين بهاي الطريقه، ورح اخذ عليه تقريبا ربع كوب
من ماء الزهر أو ماء الورد شو أنتوا بتحبوا، واللي ما بحب نكهة ماء الزهر وماء الورد بيقدر يستبدلهم بالفانيلا السائلة أو دقة الكعك كافية. رح أخذهم وأخلي جنبي كوب مي، حصير أرش المي شوي شوي وأعجن وأشوف قديش بتحتاج معي مي. تقريباً تاخد نص كوب لكوب إلا ربع من المي حسب نوع السميد اللي أنتم مستعملينه. في أنواع من السميد أو الطحين تشرب سوائل، حكيت لكم من قبل كيف لازم نختبر السميد أو الطحين إمتى بده مي وإمتى بيكون مش بحاجة للمي. أنا رح أضلني أعجن فيه بهاي الطريقة. رح أرجع أخذ كمان شوي من المي، وهيك تقريباً بنكون حطينا نص كوب من المية. لا تخافوا إذا طلعت معاكم المية شوي زيادة اتركوها ربع ساعة نص ساعة وارجعوا لها، بتلاقوا السميد تشرب المية. وإذا حسيتوا إنه لسه المية زيادة بتقدروا تزيدوا كوب من السميد أو نص كوب حسب الحاجة، أو طحين نص كوب أو معلقتين ثلاث حسب الحاجة اللي أنتوا بدكم إياها. رح أضلني أعجن فيهم لأوصل لخليط ناعم طري. رح أتركهم هلأ، طبعا مش رح أشتغل فيهم، رح أتركهم شوي على جنب لحتى ترتاح السميد ويتشرب كل النكهات. رح أنظف شوي قدامي ونرجع لكعك الطحين كيف بدنا نجهزه. وهلأ رح نيجي لخليط كعك الطحين أو كعك التمر. فأنا رح أخذ كوب من الطحين، طبعاً كمية اللي أنا هلأ رح أعملها كمية بتعمل لي تقريباً من 20 ل30 حبة حسب القالب اللي موجود عندي. أنت بتقدري لما بدك تعملي بالبيت تضاعفي الكمية اللي أنت بدك إياها. رح أخذ كوب من الطحين أنخله مزبوط مرة مرتين ثلاث، أنت قد ما بدكم تنخيل نخلوه. ورح أضيف عليه كمان نص كوب أو ربع كوب من السكر البودرة حسب أنتوا قديش بتحبوها حلوة. رح ناخد السكر البودرة وبرضه ننخله مزبوط. بهاي الطريقة كل الكتل هاي اللي زيادة اللي بتضلها معي بالمصفاة هي اللي بتخرب لي أي نوع من العجائن أو من الحلويات، فأنا بتخلص منها ما بدنا إياها. هلأ رح نيجي للشغلة الثانية اللي أنا رح أحتاجها هون. رح ناخد دقة كعك تقريبا نص معلقة صغيرة، رح ناخد عليها 100 جرام من الزبدة اللينة، ناخذ كمان زيت سيرج شوي صغيرة قدر معلقة واحدة. طبعا الكمية بتفرق معاي قديش أنا عاملة كم من كاسة، إحنا عاملين كمية بسيطة. والمكون الأخير اللي رح يكون فيها اللي هو جبنة، جبنة مربعات أو جبنة مثلثات أو جبنة كاسات، أو بتقدر تستبدلوا الجبنة بالقشطة أو بالحليب المكثف المحلى. المقدار الجبنة 6 حبات، أنا رح أستعمل 4 حبات من الجبنة ومعلقة واحدة من الحليب المكثف المحلى. وبتقدروا كمان تستبدلوا السكر بالحليب المكثف المحلى كامل، يعني إذا أنتم مو حابين إنه تكون كتير حلوة بتقدروا تستغنوا عن السكر وتخلوا بس الحليب المكثف المحلى. فأنا هي عندي 4 حبات من الجبنة. صار معي 4. رح أخذ كمان نخبرتكم معلقة واحدة من الحليب المكثف المحلى. تمام، هلأ رح نبلش فيها تعجين بإيدنا أو بالعجانة أو بالمضارب اللي أنتوا بدكم إياه وسهل عليكم، بس مقدار كوب واحد سهل كتير إني أعمله بإيدي. بهاي الطريقة رح أضلني أعجنه وأخلي جنبي شوية طحين، ممكن يكون الخليط معاي طري فأحتاج لكمان شوية طحين. أنا رح أضلني أعجنه بهاي الطريقة، وإذا كانت مش مريحة معاي البولة حأنقله على الرخامة وأكمل عليه تعجين.
فأنا رح أضلني أعجن لحتى الجبنة معاي تختفي. أول ما تختفي الجبنة بقرر إذا إنها بحاجة لا كمان شوي تطحين أو بتكون ناشفة بحاجة لكمان حبة جبنة. فإذا زي ما أنتوا شايفين الخليط معاي كتير طري، رح أحط عليه كمان شوي صغيرة من الطحين، قدر معلقتين لثلاث معالق من الطحين بس. رح أرجع أجمعهم مع بعض. لازم تكون معي العجين كتير طرية مثل الزبدة، بديها تكون كتير طرية. خلينا نقربها أكتر شي لعجينة الغريبة، ولكن أنا هاي تطلع معي مثل عجينة البسكوت. شايفين كيف بتطلع معي بهذا القوام؟ أنا بكون متأكدة إنه عجينتي ما بدها لا طحين ولا كمان جبنة. فهيك صارت معي جاهزة، رح نشيلها على جنب، حنرجع للسميد نشوف شو صار فيه. تشرب كل السوائل الزيادة، كيف بختبره إذا تمام أو لا؟ باخذ كمية بحاول إني أكورها، إذا كانت ما عم بتفتفت معاي طاق المقدار ممتاز. نحاول نكورها هاي الطريقة، ما عم تتفتفت معي فهي ممتازة. طبعا لازم البس قبل بيوم تعطيني نتيجة جدا أفضل، أقل شي يوم، نقدر نخليها يومين لثلاثة. هلأ رح نيجي للحشوات. عندي هون التمر العجوة أو اللي أنتوا بتحبوا تعملوه بالبيت، رح نحط عليه مقدار معلقة من الزبدة أو السمنة شو ما أنتوا بتحبوا. رح ندخله على الميكروويف نص دقيقة ونطوله. رح نيجي للحشوات الثانية. عندي حشوة الفستق الحلبي، وعندي هون الجوز المفروم. رح نضيف عليهم كمية بسيطة من دقة الكعك، ورح نضيف عليهم مقدار معلقتين لا ثلاثة من القطر البارد. إذا مو حابين قطر ممكن تضيفوا حليب مكثف محلى، بس القطر بمسك لي إياه لما يصير جوات حبة المعمول. خلطهم مع بعض ونشوف إذا بحاجة لكمان أو لا. صار معي جاهز، هون بحاجة لكمان معلقة واحدة. في ناس كتير كمان بتحب تضيف جوزة الطيب، وتضيف سكر، تضيف شومر، تضيف اللي بدها اياه، تقدر تضيفوا اللي بتحبوه انتو. رح نرجع للتمر. قبل ما اعجنه رح احط عليه شوي من دقة الكعك، رح احط زبيب، ورح احط جوز مكسر. حمسكه واكسره بهاي الطريقة. هيك صار معاي جاهزة، سرح أعجنهم مع بعض حتى تلمسك الزبيب والجوز يمسك مع العجوة. طبعا هاي اختيارية، هيك أنا بحبه وهيك أنا حابة تجربه. طبعا لما حطينا الزبدة شوفوا كيف صارت معي العجوة جدا طرية. ممكن كمان تضيفوا بهذا الوقت شوية من زيت السيرج لحتى تضلها أطول فترة معاكم طرية. شايفين كيف قوامها؟ كانت أول شي يابسة شوي، مع الزبدة أو السمنة ترجع معاكم طرية. رح أخليهم على جنب نفضي قدامنا تماما، أغسل إيدي ونرجع لطريقة التشكيل. وهلا رح اورجيكم اول شيء بس الفرق بين السميد المبسوس قبل بيومين والسميد اللي بسيناه هلا. طبعا اول شيء بالنسبه للقوام، هذا اللي انا باسسته قبل يومين وكنت مشتغله فيه، مجهزت لكم منه. قوامه جدا طري
وهذا بتحس انه لسه السميد مو متشرب، ف القوام بفرق معاي قديش ضلت معاي بالبس. فاحنا رح نبلش بداية ب عندكم اي قطعة من قطع الليجرا، قطع قماش او اي شيء ليجرا، المهم تكون رح البس فيها القالب اللي انا رح اسوي فيه. طبعا اذا مش عارفين شو يعني هاي الاشياء اللي نجيبها الليجرا، ممكن نجيب من الجربان اللي بيلبسوا الستات اللي هو الشفاف اللحمي او الاسود، طبعا واحد جديد بنقص منه قطعة وبنحطه على القالب لحتى تسهل علي اني اطوله. فانا رح اخذ من اللي احنا باسينها من قبل بيومين واورجيكم كيف نشتغل فيها. رح اخذ اول قطعة افتحها، رح نحشيها فستق حلبي او جوز او العكس انتو زي ما بتحبوا. رح اسكرها مزبوط. وحاول اشيل اذا في عجين كتير زيادة. هلأ رح ناخد القالب احطه بهذا الشكل، اضغط عليه. انا بس بدي يعطيني شكل اسطوانة عشان اعمل شكل ورقة الشجر، او بنخليه كامل بهذا القالب بتطلع معاي بسهولة. شوف كيف الشكل، بس انا رح اضبطه بهاي الطريقة. وهلا اخذ منكوش او ننقش فيه، رح اعمل خط بعدين نعمل شكل ورقة الشجر. هيك صارت معاي جاهزة. رح اخدها واحطها بصينية الخبز. رح نعمل كمان واحدة واورجيكم كيف شكلها بالقالب. بالقالب نضغط عليها مزبوط، نشيل الزوايد بعدين نطلعها. هتطلع معاي بسهولة من القالب بهذا الشكل. نعمل كمان حبة، حبة صغيرة. هنحشيها في فستق حلبي. فالشكل اللي انتو بتحبوه متوفر بهاي القوالب، ثلاث اربع اشكال تقدروا تستعملوا الشكل اللي انتو بتحبوه المناسب عندكم. رح ناخد لما يكون في عندي قطعة ليجرا تطلع معاي بسهولة، بس برفع القطعة وبطلع عندي الشكل اللي انا بدي اياه. وجيكم اياها عن قريب. هنرجع نعمل كمان وحدة من ورق الشجر، وإذا ما عندك قالب تعمليها بهاي الطريقة. ناخذ نعمل العود اللي بالنص اول، بعدين الاطراف. هيك برضو صارت معي الورقة جاهزة. رح ناخذ كمان شوي ونعمل الجوز، رح نعمله بهاي الجهة
أو بالجهة اللي أنتوا بتفضلوها. ممكن في كذا قالب، كل قالب بيكون له مقاس وكل واحد بيكون له رسمة، فأنتوا بتاخدوا الرسمة الحادة أو اللي ظاهرة أكتر لحتى تفرق معاي أنا بالخبز لما نخبزه، تفرق معانا بالشكل. رح ناخد الجوز هاي الطريقة، حنحطه في القالب. نضغط عليه مظبوط. هتطلع معانا بهذا الشكل. شوف الشكل شو مرتب، الرسمات جدا دقيقة. لا دقي، لا سمع الجيران انه انت عم تعملي كعك، لا ازعج اللي حواليكي. برمضان تصحيش النايمين، ببساطة بتطلع معاكي بسهولة. هلا رح نعمل فيه كمان للطحين لحتى تشوفوا الفرق. رح ناخد الطحين، هاخذ الشكل اللي انا بدي اسوي فيه للطحين. ناخذ شوي من العجين، شوفوا العجين قديش طريه معي، وشوفوا العجوه كمان قديش طريه معانا. نحشيها، نحاول نخلي كمية الحشوة أكتر من العجين عشان لما ناكلها ما ناكل عجين فاضي. آسفة. نيجي هون، نحطها بالقالب، نضغط عليها مظبوط، بعدين من طولها بتطلع معانا الرسمة بهاي الطريقة. هلأ الشكل الثاني اللي احنا حابين نعمله اليوم، هنغير شوي للبنات اللي ما عندهم وحابين يجربوا يعملوا معانا كعك. ناخذ ورقة زبدة، خلينا ناخذها صغيرة لأنه بدنا نعمل كمية قليلة. رح ناخذ الشوبك، رح ناخذ جزء من العجين، حنحط أول طبقة من العجين وثاني طبقة الزبدة، رح نفردها بالشوبك ويكون مقاسها تقريبا 1 سنتي. نشيلها، ناخذ رنجة من الرنجات اللي استعملناه، القالب الصغير اللي مخرم أو شكل التشجير، نقص العجين هاي الطريقة. رح ناخذ من العجوة مع الجوز ومع الزبيب، نعملها بشكل اسطواني. هلا رح ناخذ العجين، هاي الطريقة ناخذ الحبة نحطها بالنص ونسكر عليها بهاي الطريقة، وممكن كمان تكبروها شوي أو تصغروا العجوة وتسكروها كاملة بهاي الطريقة. ممكن تحطوا عليها ورد محمدي، قطعة لوز، جوز سوري، ممكن تحطوا حبة زبيب اللي بدكم اياه. رح نعمل كمان حبة، هيك صارت معي جاهزة لتدخل الفرن. هلا معلومة كتير مهمة بالنسبة للخبز، كيف بدنا نخبز، كيف ما تروح الرسمة. كتير بنات لما يشتغلوا على الشكل ويطلع معاهم مرتب، أول ما يحطوه بالفرن بتدوب الزبدة والسمنة وبخرب الشكل وبيروح. الطريقة لازم يكون الفرن حامي، فرن عربي طبعا، احنا رح نخبزها على الفرن العربي. الفرن لازم يكون حامي أعلى درجة. حنحط صينية الكعك والمعمول على الشواي من تحت، حنحمر الوجه تبعها ويمسك الشكل تبعها، بعدين نطلعها على الاستواء تكمل استواءها. اول ما تستوي من تحت راح نشيلها ونتركها لحتى تبرد، بعدين نغطيها ونحتفظ فيها بالعلبة. راح ناخذ كمان حبة من هون ونرجع لطريقة الشوي كمان مرة نعيدها.
الفرن لازم يكون حامي. طبعاً جهزوا الصواني وعادي خلوهم كلياتهم جاهزين مع بعض، بما إنه إحنا مو حاطين خميرة وأنا ما بفضل إضافة الخميرة، فأنا شكل السميد رح يضل معي زي ما هو لو خليته لتاني يوم، فما رح يتخمر وما رح يتغير الشكل تبعه. هخليه خلص صوانية، أشغل الفرن، الفرن يكون حامي. هاخد الصينية أحطها من تحت على الشواي، أشوي السطح تبعها، ياخذ الرسمة كاملة، بعدين أنقلها من فوق على الاستواء، تكمل الاستواء تبعها. ما بتاخذ أكثر من 4-5 دقائق بالفرن على الشواي، ودقيقتين ثلاثة من فوق لأنها بتكون تقريبا استوت، وهي كتير بتكون خفيفة، يعني العجينة كتير معاي خفيفة فما بدها وقت كتير طويل بالاستواء. هيك بنكون إحنا جهزت لكم كعك السميد وكعك الطحين. حنكمل هدول هلأ مع بعض، ورح أورجيكم اللي أنا جهزت لكم إياهم اليوم الصبح. طبعا السميد كنت باسسته قبل بيومين وبلشنا فيه شغل اليوم، وعملنا هاي الكمية المنيحة. طبعا مقدار الطحين كامل عملناه بكاسة واحدة من السميد، ومقدار السميد من الكمية اللي سويناها وضل معانا النص الثاني. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، عملت لكم كعك ومعمول العيد. إن شاء الله تجربوا الوصفات وتعجبكم، وأنا متأكدة 100% إنها رح تحبوها وتكون سهلة عليكم، خاصة للصبايا الجداد اللي حابين يجربوا. تابعوني أنا الشيف أحلام عبد الله من مطبخ الأحلام يوميا على قناة اليرموك.